أحكي لك قصة حدثت وكانت سببا للخلاف بينه صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني النضير. لما دخل المدينة كتب صحيفة كالمعاهدة كدستور يلتزم بها الجميع، وجمع الجميع فوافقوا عليها، فأصبحت الصحيفة هذه كعهد، يعني كميثاق، يعني اللي احنا بنقول عليه العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو. تمام. عقد اجتماعي بنقول لبعضنا فيه انه ايه اللي علينا وايه اللي لينا، الحقوق والواجبات. وبعدين من الواجبات دي ان المدينة مدينتنا، فيجب علينا جميعا ان احنا نتحمل كلفتها. المدينة دي ليها ايه؟ تكاليف طبعا. فمرة اتنين من بني عامر اسلموا وماشيين في السكة، وقابلهم واحد مسلم اسمه عمرو بن أمية الضمري، فكرهم انهم هيهجموا عليه او انهم ما يعرفش انهم دخلوا في الاسلام، ما يعرفش، فكرهم لسه مثلا مشركين، فراح قتلهم. قتلهم عمرو بن أمية قتل الاتنين دول. عرفهم هو انهم بني عامر، بس ايه، بني عامر مشركين عبد الاوثان، ودول جايين بطريقه معينه، خاف لا يكونوا جايين يعملوا حاجه راح قتلهم. ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، على فكره انا قابلت في السكه وانا جاي اتنين من بني عامر. قال له: اتنين مين؟ قال له: فلان وعلان. قال له: لا. وبعدين؟ قال: قتلتهم لانهم حاولوا انهم يلعبوا بديلهم. قال له: دول اسلموا. لا اله الا الله. دول كانوا طالعين من عندي هنا مسلم، ومنت تقتل اتنين مسلمين مش حرام عليك؟ قال له: والله ما اعرف يا رسول الله، انا بدافع عن نفسي، وانا ما عنديش خبر ان هم كده، بنسميه قتل خطا في الحاله اللي زي دي. طيب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرغم انه ليس بينه وبين بني عامر دول اللي هم منهم الاتنين دول اي معاهده ولا اتفاقيه ولا بروتوكول ولا حاجه ابدا، قال: طب بس دول كده بقت في ذمتنا اتنين ديه، الديه 100 جمل، فلازم نسلم 200 جمل للناس دي. اللي هم مين الناس؟ اللي هم القبيله المشركه دي. ليه؟ الحق كده، دول اتنين وكمان مسلمين من اتباعك انت بقى، يا عمرو يا ابن أمية يا ضمري، فلازم كده. يعني دي في ذمة مين؟ في ذمة أهل المدينة، هما اللي طلعوهم، هما اللي طلعوهم دفاعا عن دولتهم، دفاعا عن مدينتهم، دفاعا عن مجتمعهم، علشان مجتمعهم يبقى ليه قيمة وليه اسم وليه وضعية في خلق الله. ما يبقوش جماعة نصابين، لا مش نصابين ولا حاجة، دول ناس محترمة. لازم كده ديانتا، اللي يرضي ربنا كده. فاتزنق في الميتين، ما معهوش 200 ناقة كتير، 200 ناقة هيجوا منين؟ جمع من هنا، جمع من هنا، جمع له 30 ناقة ولا حاجة، فراح لبني النضير قال لهم: على فكرة انتم موقعين على صحيفة المدينة اللي بتقول ان انتم جزء من المدينة وانه عليكم جزء من، فيعني اعينوني، يعني ما تدفعوش حتى الميتين. فقالوا له: من عينينا الاثنين، حاضر يا ابا القاسم، ان شاء الله نعينك ان شاء الله. ودبروا في انفسهم شيئا اخر. النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده، احنا عايزين نحلل بقى، بتقول لي قول لي الصفات الخلقية بتاعته. طب ما هو كان يعني تجاوز عن الاتنين اللي اتقتلوا، معلش، وربنا يدخلهم الجنة ان شاء الله. لا، ما عملهاش، ده رجل شهم.
بتاع الحق، بتاع العدل، بتاع الـ 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 السمعة، بتاع الحقيقة. ده ما تفوت. ايوه بس انت ما معكش يعني، يعني في قضية كتيرة، فممكن في مبرر شوية يعني. على يعني على اهل الاثنين القتلى ما عملهاش، وفضل ورا ال 200 ناقة لغاية ما جمعهم. وما ضرديش بنو النضير انهم يجمعوا. كتب السيرة بتقول حاجات وروايات، بعضهم يضعفها بعضهم يعملها، بس انا عايز اخد المشهد ده. بيقولوا بقى انه حاولوا يقتلوه، يقتلوا الرسول، يقتلوا الرسول، وكان ده سبب في طردهم. وبعضهم يقول لا ما حصلتش الحادثة دي، ده حصلت حادثة تانية، حاجات زي كده ما لناش دعوة بيهم دلوقتي. لكن اللي احنا عايزينه حرص هذا القائد الذي يعلم البشرية على دولته، وحرص هذا القائد على دولته في الظرف الصعب، مش في الظرف السهل. مش هو معاه يعني فهي يعني 200 ناقة طلعوا لهم 200 ناقة من المخزن من المرعى، ادهم لهم حقهم، او هم 20-30 وخلاص ويرضوا بده مثلا يعني. اي حاجه بقى او ما يدفعش خالص. كان حريص ان كل واحد ياخد حقه حتى لو كان على غير دينه. وايه في ساعه العسره وفي وقت صعب، في وقت صعب. انا بقول الكلام ده لان احنا بقينا في وقت صعب دلوقتي، فبنلجا لمين نقلده؟ لسيدنا عليه الصلاه والسلام. سيدنا هو المثال الاتم الذي نلجأ إليه وبنلاقي حياتنا فيه. في وقت اليسر والفلوس جت موجودة، في وقت العسر وما احناش لاقيين حتى احنا ناكل موجودة، ولكنه على مبدأ واحد. يبقى إذن آدي سيدنا رسول الله اللي بيقول لك الحكاية مش سهلة انك تبيع مبادئك وقيمك واخلاقك وبلدك علشان هتلغي وجبة من الوجبات، ولا علشان في ضيق شوية كده وبعدين هتنفرج ان شاء الله، ولا اي حاجة. يجب عليك ان ترى وطنك بهذه الكيفية، كيفية العدل والحق والشهامة والعدل أساس الملك. فيجب عليك ألا تنسى هذا في خضم أزمة ولا ضيق ولا بلاء ولا غلاء ولا وباء. ما احنا مر علينا في السنين اللي فاتت دي، صحيح، كورونا ومش عارف أوكرانيا وكذا إلى آخره. اوعى تنسى انت مين، انت انسان ايها المحب لوطنك. اما بقى اللي هو مش شايف في الدنيا اللي هو وعايز ياكل ويشرب وينام، ده ما لناش دعوه. دول ايه يعني؟ قلدوا غير رسول الله.